أنا لست مسيحيا ولا بوذيا ولا مسلما ولا يهوديا، كما أنني لست عربيا ولست إنجليزيا ولا فرنسيا ولا ألمانيا ولا تركيا، بل أنا فرد من أفراد هذه الإنسانية. الله يرحم خليل السكاكيني لا يتكرر. وكنت أشعر أنا أن الطلاب من جميع الطوائف كانوا يحبونه، كانوا يكبرون قدره، كانوا يرون فيه رجلا ليس كسائر الرجال. في مثلا واحد من حيفا اسمه سوي الحبيب، أنا داخلي معي واحد من دير آسي مسلم، مش مهم مسيحي مسلم، كنا دهري، كنا عايشين كإخوة. السكاكيني كان مسيحي فلسطيني، لكن كان علم القرآن لكل طلبته، بأنه هذا من يعني أهم كتاب في اللغة العربية. اللغة العربية بدون جمالها ما بتزبطش. جمال اللغة العربية موجود في القرآن في الأشعار وفي الصور التي التقطت. كان يتسابق الطلاب إلى من يكون قريبا من خليل السكاكيني، أو من يكون خليل السكاكيني أقرب إليه في الصورة من الزملاء والآخرين. يروح يزور مرته من بعد موتها، وأخذ كل يوم ضمة زهور، يروح على القبر يزورها، يقعد يوقف قدامها هيك ويرجع رأسا على الصف. هاي زادت احترام إله. هو كان يعتبر أن التربية هي نمط حياة، نمط حياة. عشان هيك مثلا هو وكان شجع كل تلاميذه انه ما يستحموا في الماء الساخن، وكان ينشر ذلك في بعض الدروس التي كان ينشرها في الكتب الابتدائية، الاستحمام بالماء البارد مثلا، درس يجعل منها درسا ويقرأه الطلاب، وكما قرأته أنا في حينه وأنا لا أعرف خليل السكاكيني. قبل أن أعرفه كنت أقرأ وأعرف أن هناك ما يسمى بالاستحمام بالماء البارد، وبدأت أستحم بالماء البارد، وما زلت أستحم بالماء البارد، وما زال الماء البارد يستحم علي. والشيء اللي المزبوط، أنا يعني قلب الموازين في حياتي، اكتشفت أنه أمي الأمية أوجدت جو في البيت إلي ولخواتي أنا ما قدرت أوجده لأولادي. طب أنا معي دكتوراه في التربية وهي معاش، منين جابت المعرفة؟ وأنا شو معنى المعرفة اللي ما قدرت إني؟ وهنا بجوز أنا اللي بحبه في خليل السكاكيني، ما كان يقول كلمة دون أن يعنيها عمليا، يعني في نمط حياته، يعني ما كان يعظ الناس بشيء ويتصرف بشيء آخر. لا يكفي أن تكون ذا ثقافة واسعة، ولا يكفي أن تتعلم مهنة حرة، ولكن يجب أن تتمرن على العمل في هذه دنيا. فما أدرانا أن الواحد قد يحتاج مع فضائله الجمة وكفاياته العالية يوما من الأيام أن يعمل بيده، أن يغسل ثيابه أو يطبخ طعامه أو يرفأ ثوبه أو يخيط أزراره أو يصلح كرسيه أو ساعته أو غير ذلك بيده. حبيت أبني يكون تربايته مثل تربية ابن السكاكيني لأبني، فبقيت عائلي. لما خلصت المدرسة وجيت لهون وجوزت، بقيت أثار المدرسة في راسي، كل شيء يتعلق في المدرسة إني أعمله في بيتي، يكون موجود في بيته. لما جاني الصبي سلمته، سميته محبة لابن السكاكيني. كان بيت خليل السكاكيني محج للأدباء والمفكرين العرب، يلتقون دائما عنده ويتحاورون في قضايا الفكر والأدب. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إنما أيضا في الفن. كانت القدس ويافا وحيفا من المراكز الحضرية التي تعنى بالفن وتهتم بالفن. محمد عبد الوهاب جاء من مصر ليغني في فلسطين، أم كلثوم جاءت من مصر لتغني في فلسطين، يوسف وهبي الممثل المسرح الشهير جاء إلى القدس ليعرض مسرحياته. كانت هنالك حياة ثقافية. نحن الآن في أسبوع أعياد، نودع عيدا ونستقبل عيدا،
والطقس جميل جدا، والقدس قائمة قاعدة، والحركة تخطف الأبصار مما لم يسبق له مثيل. والظاهر أن هذه السنة سنة خير وبركات، والحمد لله. كانت فلسطين على مشارف نهضة، نهضة في مجالات عديدة، وكان الأدباء والمفكرون الفلسطينيون هم يعني عنوان هذه النهضة وهذه الحداثة. يعني خليل السكاكيني لم يكن وحده في تلك الفترة، وكان أيضا يأتيه أدباء من الوطن العربي، كان يأتيه معروف الرصافي، وكان يأتيه أمين الريحاني، وكان يأتيه عيسى الناعوري، ويأتي محمود عزمي من مصر. وإذا كنت أكره الحركة الصهيونية فلا أكرهها إلا لأنها تحاول أن تبني وجودها واستقلالها على أنقاض غيرها. لست أكره أن تسعى الأمة اليهودية في سبيل وجودها الاستقلالي، بل أحب أن كل أمة متفرقة منحطة أن تنهض وتعيش مستقلة. ولكن الذي أكرهه هذا المبدأ الذي قامت عليه حركتها، وهو أن تذل غيرها لتعتز، وتقتل أمة بأسرها لتعيش، فكأنها بذلك تحاول أن تسرق استقلالها سرقة، وتختلسه من يد الزمان اختلاسا. ولا عجب، فهذا شأنها في كل أمر. للأسف الشديد هذه الحداثة وهذا الفكر النهضوي لم يجد فرصته الكاملة في أن يحقق نفسه، لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للنكبة. ومن هذا المنظور نستطيع أن نقول إن هذه الحداثة التي بدأها خليل السكاكيني، وبدأها روح الخالدي، وإسحاق موسى الحسيني، وإسعاف النشاشيبي، وآخرون من المنورين الفلسطينيين، لم تتمكن من التجذر في أرض المجتمع الفلسطيني بسبب الانهيار الذي أصاب المجتمع في نكبة 48، وبسبب النتائج السلبية والمرة والكارثية للغزوة الصهيونية على فلسطين. كأني بك قد فحصت نفسك فرضيت عنها، وحقك أن ترضى عنها، فأبت شفتاك إلا أن تشكر. إذا رضيت عن نفسك فاعلم أن الفضل يرجع إلى عنصرك الطيب أولا، وإلى مدرستك الأولى ثانيا. فإذا شكرت فاشكر حسن حظك، لأنك كنت من أصحاب العنصر الطيب، وقليل ما هم. خليل السكاكيني، القدس، 31/3/44، 1944. كل شيء بي في حياتي متعلق من بقايا السكاكيني. قد تبدو هذه المقولات التي كان يتحدث عنها السكاكيني مقولات بسيطة، ولكن إذا نظرت إليها في العمق في الجوهر، وحاولت أن تقارن أو تخلق نوع من الموازنة بين ما كان يقوله وما يجري الآن في مدارسنا مع تجربتنا المباشرة نحن في مدارسنا في التعليم بشكل عام، سنجد أن معظم الطلاب، إن لم يكن يعني كل الطلاب، لا يحبون المدرسة. علينا أن نبني حياة شاملة حضارية في كل النواحي، وبالذات في الناحية الثقافية، لأن الثقافة هي روح الشعب، وهي المعبر عن الهوية، وهي التي تغني الهوية. السكاكيني شكل فرصة، فرصة كان بمقدورها أن تكون الشعب الفلسطيني، الأمة العربية، في اتجاه آخر. إعزاز الطالب لا إذلاله، والذي يذل الطالب وجود منهاج، وجود كتاب مقرر يحاسب عليه. هلا لمدى حياته. هذا كله مؤشر على أن الشعب لم ينسى، وعلى أن تراث خليل السكاكيني لم يندثر، بالعكس هو موجود وسيعود إلى ممارسة تأثيره في سنوات لاحقة. وأعتقد أننا الآن يعني نحن نتطور، مجتمعنا يتطور في الاتجاه المعاكس المناقض للسكاكيني، ولازلنا بحاجة إلى خلق السكاكيني من جديد. الوداع يا كتبي، لست أدري ما حل بك بعد رحيلنا. أحرقت؟ انتقلت معززة مكرمة إلى مكتبة عامة أو خاصة؟ أصرت إلى دكاكين البقالين يلف بأوراقك البصل؟
يعز علي أن أحرم منك، وقد كنت غذاء الروحية، وكنت ولا أزال شرها إلى هذا الغذاء. كنت ألازمك في ليلي ونهاري، ولم يزرني أحد في الليل والنهار إلا وجدني منكبا على كتبي.